سمعنا السنة الماضية عن عدد من الإشاعات اللي تقول إن جي تي أي 6 بتاخذنا إلى مدن ضخمة، وإشاعات ثانية تقول إن اللعبة بتعطيك الخيار بلعب دور بطولة شخصية أنثوية للمرة الأولى، وغيرها من الإشاعات اللي كان بعضها يخالف الثاني. لكن طلع تقرير من موقع كوتاكي يوضح إن روكستار حاليا في مرحلة التطوير الأولى للعبة جي تي أي 6. فإذا كان تقريرهم صح، فمعناتها ما راح نسمع عن تفاصيلها الرسمية في أي وقت قريب. فالورانت هي لعبة التصويب الجماعية بالمنظور الأول، ومن تطوير رايت جيمز المعروفين بصنع أضخم لعبة موبا ليج أوف ليجندز. الشركة أعلنت عن هذه اللعبة على البي سي، لكن أحد أعضاء ريدت اكتشف أنها قادمة على الأجهزة الذكية، لأنه كان يلعب البيتا على لابتوب اللي يقدر يصير جهاز لوحي، ولما خلاه على الوضع اللوحي طلعت له واجهة استخدام جديدة تتماشى مع اللعب باللمس على الشاشة. لعبة فالورانت راح تصدر هذا الصيف، وحتى الآن ما في إعلان رسمي عن تواجدها للأجهزة الذكية. سمعنا في الفترة الأخيرة عن إشاعات تقول يوبيسوفت عندها نية في تقديم ريميك لثلاثية ألعاب برنس أوف بيرجا، بداية مع لعبة ساندز أوف تايم. اليوم نحصل على مزيد من إشاعات من شبكة ريدت اللي وضحت اللعبة بتصدر بموسم عياد العام الحالي إذا ما صار فيها تأجيلات، الكشف الرسمي عن اللعبة بحدث يوبيسوفت الرقمي البديل لمعرض E3، واللعبة بتقدم نفس ميكانيكية اللعبة النسخة الأصلية ونفس الأحداث ولكن مع إضافات. في تقرير جديد وضح أن سوني قامت بالكشف عن يد التحكم بدري خوفاً من تسريب الصور على الإنترنت بعد وصولها للمطورين. أيضاً بين التقرير بأن المطورين يتوقعون يكون سعر البلاي ستيشن 5 بين 499 دولار إلى 549 دولار، يعني حوالي 1875 إلى 2100 ريال سعودي تقريباً. الأمر الأهم في هذا التقرير هو أن سوني راح تطلق جهاز البلاي ستيشن 5 بعدد محدود من الأجهزة هذه السنة، وأقل من عدد أجهزة البلاي ستيشن 4 وقت إطلاقها. التأثير الأكبر لأزمة فيروس الكورونا كان على الخطة التسويقية للجهاز، مو على القوة التصنيعية، حيث عملية التصنيع للجهاز بتكون في شهر يوليو. سوني مترددة في وضع مؤتمر رقمي للإعلان عن سعر ووقت إطلاق الجهاز خوفا من تزايد تفشي الكورونا وأثاره على الوضع الاقتصادي بشكل عام. وأيضا الشركة ما عندها نية حاليا بتأجيل إطلاق بلاي ستيشن 5، خصوصا في حال قامت مايكروسوفت بإصدار جهازها الجديد هذا السنة. ومع إطلاق سوني لجهازها الجديد راح يتم تخفيض أسعار أجهزة البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 4 برو.